صلى عليك الله يا نور الهدى، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كما رسول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنه يسره لليسرى، واليسرى هنا هي الشريعة الحنيفية السمحاء، هي شريعة الإسلام، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يذكر بهذه اليسرى، أي بهذه الشريعة، وقال له فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. والذكرى قد تنفع المؤمنين كما في آية أخرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذكرى من التذكير، والتذكير إما أن يكون من أمر قد نسي، قد أنساه الناس، قد أنساه الناس فيذكرهم. وبها انطلاقا من هذه الآية أن المؤمن دائما يحتاج إلى ذكرى، إلى من يذكره، وأن الإنسان قد ينسى وقد يغفل، فيحتاج الإنسان إلى الذكرى. يذكره بماذا؟ أي يذكره بشريعة الإسلام وبدين الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ولا يقبل عن الذكرى، فالذكرى
هي طريقة المؤمنين المسلمين، الذكرى. ولولا الذكرى ما عبد الله تبارك وتعالى، لولا الذكرى ما عبد الله تبارك وتعالى. والقرآن هو ذكر، كله ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر. ولهذا الله قال عن القرآن: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متذكر، من مدكر. والآيات كثيرة في القرآن الكريم التي فيها هذا المعنى: فذكر النفعة الذكرى. قد اختلف علماء التأويل في قوله تعالى إن نفعت الذكرى، فقالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر إلا من انتفع بها وهم المؤمنون، فتكون هنا إن شرطية. وقال آخرون: فذكر إن نفعت الذكرى معناه ذكر الناس سواء من نفعته الذكرى أو لم تنفعه. ذكر، فإن نفعت الذكرى بعض الناس وإن لم تنفع بعض الناس. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس جميعا ويدعوهم جميعا، ولكن ينتفع بالذكرى من كان في قلبه الإيمان، في قلبه الإيمان. ولهذا الله تعالى قال: فذكر من يخاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي. ذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي فذكر من يخاف بالقرآن من يخاف وعيدي. لما قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قسم الناس إلى طائفتين: طائفة أهل الإيمان، فقال عنهم: سيذكر من يخشى. طائفة أهل الإيمان قال عنهم الله: سيذكر من يخشى. سيذكر بهذه الذكرى وينتفع بها من يخشى، أي من يخشى ربه وهو المؤمن. سيذكر من يخشى. ثم قال عن الطائفة الأخرى، طائفة من الناس، قال: ويتجنبها الأشقى، أي ويصد عنها بقلبه وعقله الأشقى، أي المبالغ في الشقاء، المبالغ في الشقاء، المبالغ في الشقاء، أي كثير الشقاوة. والشقاء والشقي هو ضد السعيد، والشقي صفة من صفات أهل النار، كما أن السعيد والسعداء هم أهل الجنة. قال الله: فأما الذين شقوا ففي النار. وقال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فالشقاء والشقاوة صفة لأهل النار والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى: ويتجنبها الأشقى، أي الكثير الشقاء، الشقي كثير الشقاء، لأن الأشقى من صيغ أفعل وهي تدل على المبالغة والزيادة. أشقى، شقي وأشقى، شقي وأكثر منه أشقى.
ولهذا الله قال عن الذي ذهب إلى علاقة صالح وعقرها قال إذ انبعث أشقاها أي انبعث أشقى الناس هو الذي عقر الناقة إذ انبعث أشقاها فحتى يعني الكفر فهو درجات فهناك من هو كافر وفي هناك من هو أكفر منه وكذلك هناك من هو شقي وهناك من هو أشقى منه ويتجنبها الأشقى أي ويتجنب الذكر وينتفع بها ولا ينتفع بها الأشقى أي الكثير الشقاء وأشرنا ما في قوله تعالى ويتجنبها وما معنى تجنبها والجنب وأعطاها بالجنب إلى غير ذلك في درس سابق ثم الله تبارك وتعالى أخبر عنه أنه لما صد عن الذكر وأعطاها جنبا ولم يلتفت إليها وأعرض عنها أخبر عنه بأنه يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى وهو الإنسان الكافر يصلى النار الكبرى أي يقابل النار الكبرى والنار الكبرى هي نار جهنم والعياذ بالله وهذا مما يدل على أن النار منها صغرى ومنها كبرى والنار الصغرى هي هذه النار التي في الدنيا وأما النار الكبرى فهي نار الآخرة ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه هي جزء من 47 جزءا من نار جهنم ناركم هذه هي جزء من 47 جزءا من النار فهي بالنسبة لنار جهنم هي جزء من 47 جزءا وفي رواية من 70 جزءا من نار جهنم فالمقصود بالنار الكبرى يعني نار جهنم والمقصود بالذي يصلى هو الكافر ليس المؤمن لأن المؤمن لا يتجنب الذكرى بل يقبل عليها بقلبه وعقله ويحبها ويقبل من يذكره ولهذا لا يجوز للمسلم أن يصد عن الذكرى وعلى من يذكره لا يصد عنه لا يلتفت عنه بل يقبل عليه حتى لا يتصف بتلك الصفات التي بصفات أهل الشقاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى أن يدخل ويقابل النار الكبرى وهي نار جهنم والعياذ بالله إذ قسم الله تعالى كما ذكرنا الناس إلى طائفتين فيما يخص الذكرى فبعضهم ينتفع بها وبعضهم لا ينتفع بها فيصد عنها فهذا تلحقه عقوبة الآخرة لأنه صد عن القرآن وصد عن دين الله تبارك وتعالى وفي هذا سبحان الله طبيعة الناس هكذا منهم من يقبل على أن ينتفع بهذا الدين العظيم ومنهم من يشرد عنه شرود البعير أي يهرب منه قال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم أخبر عن حياته فيها أو دخوله النار يصلى النار الكبرى قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى فهو ليس بميت وهو أيضا ليس بحي وهذا يعني من أشد العذاب نسأل الله العافية والسلام أهل النار لا هم ميتون ولا هم أحياء فهم ما بين الحياة والموت والعياذ بالله لا يموت
فيها ولا يحيا، لا يموتون بها ما يسترحون، ولا يحيون حياة سعيدة كريمة، فهم بين الموت والحياة، هكذا حياتهم في الدار الآخرة والعياذ بالله، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولهذا جاء في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار فإنهم لا يموتون بها ولا يحيون، أما أهل النار فإنهم لا يموتون بها ولا يحيون، أهل النار وهم الكفار المشركون المعاندون لا يموتون بها ولا يحيون، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أما أهل النار فإنهم لا يموتون بها ولا يحيون. قال: ولكن الناس أصابتهم النار بخطاياهم أو قال بذنوبهم، أي ناس مسلمون موحدون أصابتهم النار، أي دخلوا النار بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أو بسبب خطاياهم، شك من الراوي. ولكن الناس أصابتهم الذنوب النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة، أي لما دخلوا إلى النار أماتهم الله إماتة، ماتوا في النار، فأماتهم الله إماتة. قال العلماء: يعني تخفيف من لعذابهم، لما دخلوا إلى النار أماتهم الله إماتة، تخفيف لأنهم موحدون ودخلوا النار بسبب خطاياهم وذنوبهم، فلما دخلوا إلى النار أماتهم الله إماتة، تخفيفا لهم، تخفيفا لهم لأنهم موحدون، فالذنوب أدخلتهم النار وتوحيدهم خفف عنهم العذاب، ذنوبهم أو خطاياهم أدخلهم النار وتوحيدهم خفف عنهم العذاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا كانوا فحما، أي صاروا فحما، الفحم معروف، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة أي جاء الإذن بالشفاعة، يعني أدركتهم الشفاعة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر، ضبائر أي جماعات، جماعات، فبثوا على أنهار الجنة وهم أموات، بثوا على أنهار الجنة أي نشروا على أنهار الجنة، فبثوا على أنهار الجنة لما بثوا على أنهار الجنة، في رواية قال الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة أغيضوا عليهم من الماء، وفي رواية أصابهم ماء الحياة، وفي رواية أصابهم ماء الحياة، ماء الحياة أي الماء الذي يحيون من أجله وهو من ماء الجنة، وفي رواية ماء الحياة أي من أن هذا الماء اسمه ماء الحياة بالهمزة، ماء الحياة، وفي رواية: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون كالنبات، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي كما تنبت الحبة، حبة القمح وكذا، في حميل السيل، أي لما يأتي السيل ويذهب السيل فالحبة التي أصابها أو جاء بها السيل تنبت،
نباتها يكون ضعيفا، نباتها ليس عاديا لأنها في حميل السيل، فتنبت صفراء، تنبت هذه النبتة صفراء ضعيفة. كذلك هؤلاء الناس الذين أخرجوا من الجهنم من النار وماتوا في جهنم ثم أخرجوا ثم دبت إليهم الحياة، كما دبت الحياة إلى هذه النبتة ألا إلى هذه الحبة وهي نبتة ضعيفة، كذلك هم في غاية الضعف. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: هل تعلمون حبة السيل؟ فقال رجل من الصحابة: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، كأن رسول الله كان بالبادية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم على علم بأنواع النباتات. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. في رواية: فيحيون حياة، يحيون حياة ثم يدخلهم الله الجنة. مرة أخرى يدخلون إلى الجنة فيخرجون من النار فحما، أي كالفحم موتى، فيبثون على أنهار الجنة أو على نهر الجنة، ثم يسقون بماء الحياة أو ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يحيون ويدخلون الجنة. وقد غفر الله لهم بسبب توحيدهم وبسبب ركوعهم وسجودهم. ولهذا جاء في الحديث أيضا في البخاري أن الرجل يدخل النار فتأكل النار جميع أطرافه، النار تأكل جميع أطرافه والعياذ بالله، إلا آثار السجود، آثار السجود أي أعضاء السجود التي كان يسجد فيها. فيقول النفس: فقد حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، أي مواضع سجود الجبهة واليدين والركبتين وأصابع الرجلين، لا تصيبهم النار ولا تحرقهم النار. فهذا مما يدل على فضل السجود، على فضل السجود. ومن أحاديث عظيمة في هذا الباب، في هذا الباب حديث الناس الذين قد يدخلون النار وهم أهل توحيد وأهل صلاة، ولكنهم أسرفوا في ذنوب المعاصي، فأدخلهم الله النار، أدخلهم الله النار ثم لا يخلدون، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، يدخلون النار فيذوقون العقاب ما كانوا يرتكبونه في الدنيا، ثم يخرجون من النار وتدركهم الشفاعة، إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شفاعة الصالحين، وإما شفاعة الملائكة، وإما شفاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الشفعاء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين من هذه الأمة، وشفاعة الله تبارك وتعالى. فهذه هي، هؤلاء هم أهل الشفاعات. والشفاعة لا تكون للإنسان إلا إذا دخل النار، إلا إذا دخل النار. وفي الحديث في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، إني لأعلم آخر من يدخل من يخرج النار ويدخل الجنة. رجل جلس في النار 1000 سنة وهو من أهل التوحيد، جلس في النار 1000 سنة فيخرج من النار قد ابتحش، معنى ابتحش
يعني رجع فحما قد أكلته النار، يجر السلاسل والأغلال إلا مواضع السجود كما ذكرنا، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود أو آثار السجود، وهذا من فضل الله تعالى على المصلين وعلى أهل السجود. ولكن الذنوب والمعاصي إذا أسرف فيها الإنسان ولم يكن منها ومات على ذلك والعياذ بالله، فقد يدركه هذا العذاب. قد يخبر الله له ولكن قد يدركه العذاب، فهو بمشيئة الله عند أهل السنة، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أهل الذنوب من هذه الأمة، هذه الأحاديث تتعلق بأهل الذنوب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى، لكنهم كانت لهم ذنوب ومعاصي وسيئات. إني لأعلم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل قال جلس بالنار 1000 سنة حتى إذا كان فحما قد انتحش قد أكلته النار إلا مواضع السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. ثم الله تعالى يظهر له شجرة وماء، ظل وشجرة، شجرة وماء، ظل وشجرة وماء، وهو قد خرج من النار. والإنسان إذا كان في الحر في هذه الدنيا في حرارة شديدة في بلاد حارة، ثم رأى ظل شجرة ورأى ماء، فهو يتشوق إلى هذه النعمة، نعمة الماء ونعمة الظل، يتشوق إليها. هذا في حرارة الدنيا، فكيف بالإنسان جلس في النار 1000 سنة لما خرج إلى النار من النار أظهر الله له ظل شجرة وماء. فقال يا رب قربني إلى ظل هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها، طلب من الله. فقال له الله ويحك يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك إياها تسألني غيرها، ويحك لعلي إن أعطيتك إياها تسألني غيرها. فيقول لا يا رب لا أسألك غيرها. قال فيعطيني الله تعالى من العهود والمواثق ما شاء، يتعاهد مع الله أن لا يسأل غير هذه الشجرة والماء. ثم يقربه الله تعالى إلى ظل الشجرة والماء ويشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم تظهر له شجرة أفضل من الأولى وما هو أفضل من الأولى، فيريد أن يسأل ثم يستحي من الله، لأن أعطاء لله تعالى العهد والوافق، فيصبر ما شاء الله له أن يصبر. ثم يقول يا رب قربني إلى هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أي ما أكثر غدرك، ألم تعطيني من العهود والمواثيق ما شاء الله؟ فيقول بلى يا رب ولكني لا أصبر. لا إله إلا الله. ثم يقربه الله تعالى إلى ظل الشجرة الثانية ويشرب من مائها، بعد أن يعطي الله لله تعالى العهود والمواثيق مثل العهد الأول، ثم تظهر له شجرة ثالثة أفضل من الأولى والثانية،
وربك سبحانه رحيم رؤوف. وهذا الاستدراج لهذا الإنسان إلى دخول الجنة، استدراج من الله لهذا الإنسان لدخول الجنة، أدركته رحمة الله، ولكن بهذه الطريقة. فيجلس ما شاء الله أن يجلس ثم لا يصبر، فيقول يا رب قربني إلى هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له الله تعالى ويحك، ألم تعطيني من العهود المواثيق؟ لعل إن أعطيتك إياها تسألني غيرها، لعلي إن قربتك إياها تسألني غيرها. فيقول لا يا رب لا أسألك غيرها، تكفيني، يكفيني الاستظلال بظل هذه الشجرة والشرب من مائها، يكفيني. فيقربه الله تعالى إلى هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم تظهر له الجنة. الجنة وما أعد الله تعالى بها، الجنة فيريد أن يسأل لكنه يستحي، ثم ينفذ صبره، والإنسان صبره محدود، الإنسان صبره محدود، يمكن أن تصبر لكن صبرك محدود، لأن الإنسان ضعيف في كل شيء، يصبر 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 يصبر، ولكن الصبر ينمو لأن الإنسان ضعيف، فيصبر ينفذ صبره. ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. فيقول له الله تبارك وتعالى ويحك، ألم تعطيني من العهود المواثيق؟ فيقول بلى يا رب، ولكني لا أكون أشقى خلقك، ولكني لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أنا الشقي وحدك وحد الناس، الناس في الجنة وأنا على أبواب الجنة، يا ربي لا أكون أشقى خلقك، لا أحب أن أكون أشقى خلقك. فيقول له الله تعالى اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأى، ما بقي له مكان في الجنة، وجدها ملأى. فيرجع إلى ربي فيقول يا ربي وجدتها ملأى، لأنه هو الأخير، ولا يعني هذا رجل واحد، إنما الناس مثال هذا، وإلا رأى آلاف الناس، إنما النبي صلى الله عليه يعطي مثلا برجل واحد، لا يفهم من ظاهر الحديث أنه رجل واحد، لا يعني. فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول له اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيجدها ملأى، ثم يرجع إلى ربي فيقول يا ربي وجدتها ملأى. فيقول له الله تعالى في الرابعة أو الثالثة اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها مثل الدنيا، لك فيها مثل الدنيا، تملكها وحدك، مثل ملك الدنيا، مثل القارات الخمس، تملكها وحدك في الجنة. هذا رجل آخر من يدخل الجنة، يملك في الجنة مثل ملك الدنيا بأجمعها. فيقول هو الله الإنسان لله تعالى أتستهزئ بي وأنت الملك، أتستهزئ بي وأنت الملك، يعني أنت الملك وتستهزئ بي، وأنا ثلاث مرات وأربع مرات تذهب إلى الجنة وأجد ومن أهو، أنت تقول لي إذا فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا،
أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال: ويضحك الله. الله تعالى يضحك. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك الله تعالى. ولما حدث أبو سعيد الخدري بهذا الحديث ضحك لضحك النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له بعدما يضحك الله، يقول له: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي سعيد الخدري، لأن ذكرت أن هذا الحديث رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة: اذهب فإن لك مثل الدنيا. وفي حديث أبي سعيد الخدري: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة من أمثالها. حديث أبي سعيد الخدري. فلما حدث أبو هريرة بهذا الحديث، قال له أبو سعيد: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة من أمثالها. انظروا إلى هذا، إلى فضل الله تعالى، وانظروا إلى سعة رحمته، وانظروا إلى ما أعد الله تعالى من النعائم لأهل الجنة. يا رجل واحد يملك مثل الدنيا، وهو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، يملك مثل الدنيا، أو ربما في حديث أبي سعيد الخدري يملك مثل عشرة من أمثال الدنيا. هذا حديث عظيم وارد في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للدين والإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عظيم، فالمؤمن لا بد أن يطالع هذا الحديث وينظر إلى فضل الله العظيم وما أعد الله تبارك وتعالى لأهل السعادة ولأهل الإيمان، يعني في الدار الآخرة. أسأل الله تعالى كرمنا وإياكم بالجنة وما فيها من نعائم، نحن وجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.